عندما اتخذت الدولة إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، كانت تهدف من وراء ذلك الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتباع كل السبل لمنع انتشاره، ومنها قرارات تنظيم فتح وغلق المحال التجارية والحرفية وحظر تحرك المواطنين. لذلك تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضمان التطبيق الفاعل لتلك القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لها. الخدمات الأمنية تتابع ميدانياً تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية والحرفية في مواعيدها ومدى التزام القائمين عليها بالمواعيد المحددة، ولا تتردد في تحرير محاضر للمخالفين لها ليمثل ذلك رادعاً ويؤدي إلى مزيد من الالتزام. وقد حرصت أجهزة وزارة الداخلية على منع تجمعات المواطنين والتي تمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس، حيث يتجمع البعض على طرق الكورنيش نيلي وبحري والشوارع الخاصة بمحلات المأكولات والأطعمة وطرق جانبية ومناطق شعبية. لذلك تم تكثيف الوجود الأمني في تلك المناطق للحد ومنع تلك التجمعات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لها، حيث تقوم الأقوال الأمنية بالتحرك على الطرق لرصد تلك المخالفات والتعامل الفوري والسريع معها. لذلك تؤكد وزارة الداخلية على الجميع الالتزام بالضوابط المحددة حرصاً على سلامتهم وصحتهم. كما أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المواطنين المخالفين لقرار حظر تحرك المواطنين من 9 مساءً إلى 6 صباحاً من ضبط وتحرير محاضر وعرض على النيابة العامة. فهناك ارتكازات أمنية موجودة بالشوارع وخدمات أمنية وأقوال تجوب الشوارع والميادين لمتابعة تنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين، وحتى لا يقع المواطن تحت المساءلة القانونية لمخالفته قرار الحظر، فعليه مراعاة زمن رحلة العودة إلى منزله، بخاصة وأن مواعيد الحظر معلنة والكل يعلم بها مسبقا، وسيتم تطبيق القانون بحسم على كل مخالف حفاظا على صحة وسلامة جموع المواطنين. فقط المستثنى من قرار الحظر يسمح له بالعبور بعد الاطلاع على ما يثبت ذلك. وتواصل وزارة الداخلية بكل أجهزتها متابعتها لمدى التزام المواطنين بقرارات حظر تحركهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.